السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة المهد العالي للطيور. تحية طيبة لجميع الإخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بصحة جيدة والطويرات كذلك. إخواني الأعزاء، في إطار تتمة السلسلة الخاصة باحتراف طائر تيمبراندو المغربي، اليوم سوف نتطرق إلى أهم موضوع بالنسبة لهذه السلسلة، بحيث المواضيع السابقة كلها تقريبا شابهة بتفريخ طائر الكناري بصفة عامة، والحمد لله الآن جميع المربيين يعني عندهم دراية كافية في تفريخ طائر الكناري. ولكن من اليوم سوف نبدأ بتنزيل فيديوهات التي ستقودنا إلى الاحتراف في هذا الصنف من الطيور، ويمكن أن تعطينا الوجهة الصحيحة للاحتراف في هذا المجال. وأنت أخي المربي، ما عليك هو مواصلة هذه الوجهة والبحث أكثر، وبإذن الله سوف تتوصل إلى نتائج مذهلة. ولكن قبل البداية أو قبل اقتناء هذه الطيور أو هذا الصنف من الطيور، كما تعلم أن طائر تيمبراندو المغربي هناك صنفين، صنف كونتيني وكذلك صنف ديس كونتيني، يعني من وخصوصا بالنسبة للناس يعني اللي باغيين يديروا اختصاص في الديس كونتيني، راه لا يمكن اقتناء طائر وأن المربي لا يعرف الفرق بين الديس كونتيني والكونتيني، وخصوصا بالنسبة للناس اللي يريدون يعني الاختصاص في الديسكونتيني، لأن الديسكونتيني له شوية صعيب، أما بالنسبة للكونتيني لا يوجد مشكل. كما تعلمون أن هناك بعض المعتقدات المتداولة حاليا هو على أن صنف الكونتيني هو طائر يغرد بطريقة مستمرة، وأن صنف الديسكونتيني يغرد بطريقة متقطعة. وبكل صراحة أنا شخصيا في الأيام الأولى في دخولي لهذا الميدان هذا ما كنت أعلم، ولكن للأسف الشديد أن هذه المعلومة خاطئة. ربما هذا التقطع في الأداء لصنف الديسكونتيني راجع إلى الطريقة التي يلقن بها هذا الصنف أو إلى أصل السلالة التي ينتمي إليها، ولكن أن مسألة التغريد المتواصل أو التغريد المتقطع، أن مسألة التغريد لا يمكن اعتبارها كما غير، أن إذا كان طائر أنه يغرد بطريقة متقطعة فهو طائر ديسكونتيني، لأن هناك طيور ديسكونتيني ولكن تغرد بطريقة متواصلة والعكس صحيح. وخير دليل على ذلك هو في سنة 2019 السنة الماضية، تم وخصوصا بالضبط في شهر يناير، ربما 27 يناير، تم تتويج طائر من طيوري بالمرتبة الأولى في صنف ديسكونتيني، ولكن كان هذا الطائر يغرد بطريقة متواصلة، والطائر لقد قمت بتنزيله على القناة، يمكنكم الاستماع إليه. ولكي يتضح الأمر أكثر سوف نرجع إلى جدادة تحكيم لهذا الطائر تحت إشراف الحكم الدولي سالاس سيبريان. إذا لاحظتم معي هذه الجدادة فهي تحتوي على ثلاث طيور. الطائر الذي نتكلم عنه هو الطائر الموجود في الوسط صاحب 91 نقطة. هذه الطيور قد صنفت كلها ديسكونتيني، لماذا؟ لأن الخانة الأولى والثانية أو الأورودة الأولى والثانية فارغتين، أي أن هذه الطيور لم تؤدي لتيمبري ولفارياسيون رودات، يعني أن الفرق بين الصنفين هما هاتين الأورودتين. بطريقة أخرى، الطائر إذا أدى إحدى الأورودتين لتيمبر
اي لي فارياسيون رودال، فهو يعتبر طائر كونتيني، وهذا بطبيعة الحال لا علاقة له بتاتا بالتغريد المستمر أو التغريد المتقطع. كنتمنى إخواني أن المسألة تكون كانت واضحة، إذا كانت شي حاجة لما واضحاش راه يمكن لكم تخليوها في التعليق، وإن شاء الله غادي نحاول نجاوبكم على الأسئلة ديالكم. بالنسبة للإخوان كيف ما كتعرفوا، يعني اللي ما عندوش دراية بهذا التغريد لابد أنه غادي يطرح سؤال أن شنو هو التيمبر وشنو هما لي فارياسيون روطات. بالنسبة للتيمبر هو تقريبا شبيه بصوت ضرب معادن بطريقة مستمرة، أن الطائر كينطق حروف ري 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 ري، وهذا مثال لأغلب لي تامبر لي كاينين. أغلب لي تامبر لي كاينين. أما بالنسبة لرودار نفس الشيء، هو شبيه بصوت ضرب معدن بطريقة مستمرة ولكن تكون جوفاء، يعني كتسمع لك رو 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 لا كتسمع رو 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 رو، يعني وخا سمحوا لي وخا نقلد راه ما غاديش نقلدها كطائر، ولكن غنعطيكم مثال للطيور غادي تحاولوا تسمعوها. تقريبا كاع لي رودار هما غادي يكونوا غتسمعوهم مباشرة. كنتمنى إخواني أنني نكون قدرت نوصل الفكرة ولو غير بواحد 10%، غير الإنسان يعني توضح لي واحد الأمور، يعني بني الإنسان كتوريه الطريق كتوجهه في واحد الطريق راه يمكن لي يبحث. أنا بغيت صغير نحيد هذه الفكرة ديال أن طائر إذا كان كيتكلم بكلام متقطع فهو ديسكونتيني، راه يقدر طائر اي نديرو في المثال باغ اكزومبل سلاله ديسكونتيني وكتكلم بطريقه متقطعه ولكن جاب روداد ولا جانتيب فهو يعتبر كونتيني. هذه هي الفكره اللي بغيت نوصل لكم، يعني بالنسبه للاخوان اللي بغاو يدخلوا في المجال ديال ديسكونتيني اول حاجه خاصهم يعرفوا قبل ما يبدا يشري طويرات، قبل ما يبدا في ليلفاج ديالو اول حاجه خاصو يعرف شنو هما لي تيمبر وشنو هما لي روداد، يبحث يتصنت مزيان يعرفهم، ما تكونش بعدا في الطيور اللي غادي يخدم فيهم راه حتى نتاوي، يعني هذاك كما كنقولوا حنا داك التبربير راه كتسمع نتو كدير بر 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 راه تبربير، يعني بطريقه اخرى هذاك الحرف ديال ار ما خاصوش يكون في الطير باش تفادى المشاكل النهائيه، لان داك التبربير راه يقدر كيسمعوا الفرخ وهو صغير كيهزو كيردوا لك روداد ولا تيمبر، في هذه الحالة كاع هذاك الموسم كامل مشى. وكما كتعرفوا أن هذا الحرف بالنسبة لهذا الطائر فحالة تقريبا كيجيه سهل بزاف أنه باش كيشدو ويركبو، يعني إن فوا غادي يسمعو وخا نديرو في المثال لاسوش راها مزيانة وغادي غير يسمع هذاك الحرف إير ديال التبربير ديال الأمشى ولا يسمعو من شان غير لا تكلم واحد في الإلفاج ديالك، راكون اكيد اخي المربي راه ان جميع الطيور غادا تبدا اغلبيه ديالها غادا تبدا تجيب هذا المشكل، يعني ليلفاج غادي يكون كان ديسكونتيني بديتي لاسوش مزيانه ربما خديتيها بواحد الثمن اللي شويه طالع ولا ربما طيور قسانيتيها بلا فيج ديال هاد المسائل، ولكن الطريقه ديالك وانت ربما كان فيها تدربيره غادي تقدر تضرب لك الموسم كامل في زيرو، ومن الصعب انك باش ترجع يعني العام الاخر، لان حتى الطيور في وقت غيار الريش وسميتو تما كيقدروا يهزوا هذيك لا رودادو ولا هذيك لا تيمبري، يعني كلشي كيولي
مشكل كبير. فلهذا أول حاجة الإنسان يعرف هذه المسائل، يركز عليهم، ينفو يسمع في ودنه، يعرف راه عنده مشكل خاصه يتخلص فيه في أقرب وقت. والسلام عليكم ورحمة الله في فيديو قريب بإذن الله.